اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من الدار البيضاء. اليوم غادي نناقشوا شنو رايكم بما اننا دخلنا فصل الخريف وفصل اللي كيعرف تقلبات مناخيه كثيره. غادي نناقش معكم شنو رايكم، واش غادي نقدروا نتحكموا ولا غادي نعيشوا حالات من الرعب في عدد الاصابات والوفيات بهذا الاستهتار اللي كنشوفوا اليوم. شنو رايكم في هذا القرار؟ شنو رايكم في هذه القضيه هذه؟ كيفاش كتشوفوا هذا الامر؟ مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم باش نقدروا نتفاعلوا معها. صباحكم مبروك باذن الله. نجية صباحك مبروك اختي بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتي. وعليكم السلام، الله يرحمنا والله يحفظ الباس. هذا عبد الغني، تحية لك خويا عبد الغني. كيف حنا مقبلين على فصل الخريف، ماشي مقبلين، حنا دخلنا فصل الخريف ولكن مقبلين على التقلبات المناخية اللي كيعرفها هذا الفصل هذا. هذا يقدر يعطينا انتشار أكبر للفيروس، ونخشو نتعاملو بمسؤولية حذر كبير. فكما كتشوفوا في اخر ريبورتاج او نقاشيه مع دكتور في علم البيولوجيا ومشرف على الحالات في مدينه الدار البيضاء وسطات والنواحي، اكد لي لانه صعيب الامر بالنسبه لفصل الخريف، لانه يتشابه عليهم الامر، لانه اغلبيه الاعراض متشابهه. عكس مثلا فقدان حاسه الذوق والشم، ولكن راه اغلبيه الاعراض متشابهه مع الزكام عادي. وهنايا قالك حتى الكحه، ملي كنبقاو نكحو بزاف في البرد فيقدر الا كان عندنا الفيروس وهاديك الكحه يزيد ينتعش يعني تنخرجو، فهمتوا؟ يعني راه الامر غير صعيب، لازم نتعاملو بالحيطه والحذر اكثر في هاد المرحله الحساسه وما ناخذوش الامور بالاستهتار. منذر ابن كان واخا خويا والله ما كذبتش. حنان عبد الله البركه في راسكم من جهه عدنان، نمشي معك باش اختي حنان، نمشي معك باش. تحيه من البحرين حنان عبد الله، تحيه ليك اختي. الله يرحمنا والله يحط الباس، اللهم امين يا رب. تحية من فرنسا، تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. تحياتي من دبي، شكرا سعاد، شكرا لجاليتنا اللي كتتفاعل معنا من مختلف بقاع العالم. كما شفتوا فيها اليوم حكينا نناقشوا موضوع كورونا وفصل الخريف. واش كتوقعوا اننا غنسجلوا ارقام مخيفة على مستوى عدد الاصابات والوفيات، خاصة لانه امر صعيب مع انخفاض درجة الحرارة؟ يعني فصل الخريف كتعرفوا كيكون فيه البرد حتى شوية ديال الشمس، يعني جو متقلب. واش كتشوفوا اننا غادي نقدروا نتحكموا ولا غادي نعيشوا ظروف صعبة؟ لا قدر الله، الله يحفظنا من كل بلاء، لانه فصل الخريف بزاف ناس كيضربهم البرد. هذيك الكحة حسب كما قلت لكم طبيب مختص في علم البيولوجيا، اخر حوار لي معاه اكد على انه الامر صعيب فصل الخريف، لانه شي تشابه الامر بين الرواح او الزكام، فيروس الزكام عادي اللي كانت تعيش معاه وفيروس كورونا، لانه كاين بزاف الاعراض متشابهه. ما بقيناش نقولوا كل شيء من غير فقدان حاسه الذوق والسم، فراه بزاف ديال النقاط كيتشابهوا ما بين الفيروسين. فنحمد الله، نسال الله السلامه والعافيه. وهنا لازم نتعاملوا بحيطه وحذر، نتعاملوا بترعيش كبير، نديروا البافيت ديالنا، نقصوا الشالة، نحققوا في الامان، لانه هذا الشيء اللي جاي صعيب. خاصنا نتعاملوا وما نكونوش متاثرين بالفيروس، لانه فيروس فتاك وقاتل.
الله يرفع لنا هذا الوباء والبلاء، الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر. فهم لي تنأكدوا عليه أنه لازم نحترموا تدابير السلامة الوقائية، نتعاملوا أكثر بجدية مع الأمر، نشوفوا شنو غادي نقدروا نديروا باش نقدروا نحميو راسنا أكثر وأكثر وأكثر من هذه التقلبات المناخية. يعني نردوا البال للروح العادية أو ميتو إيفيتيو لو كونتاك، إيفيتيو أننا نسالمو، إيفيتيو أننا الناس اللي ما عندناش نمشيو في مشارع ولينا كنشوفو شي مشاهد راه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرفع علينا هذا البلاء يا ربي، الله يدير شي تاويل ديال الخير. تحية من السعودية، الله يرفع علينا. تحية ليك خويا رشيد، أو عفوا أختي رشيدة، تحياتي لك من سويسرا. صباح النور فوليا، الله يحفظ المغرب يا رب. اللهم امين اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله اخواننا المغاربه وعمال قناه شوف تيفي، مشكورين على الخدمه، خدمه البلاد والعباد. اللهم لك الحمد. شكرا لك اخويا محمد زياني على هذا الكومنتار الايجابي، شكرا لك، فهذا واجبنا اخويا. عبدو حنا كنناقشوا واحد الموضوع بعيدا على الناس، حنا كنناقشوا دابا الماكله، كنناقشوا اللي عنده معليش لازم يحترم شي دابير السلامه الوقائيه. متفق معاك عبدو خويا، كاين حالات تيار حلق وسبيل عدم، متفق معاك، ولكن دابا حنا كناكدوا على احترام تدابير السلامه الوقائيه لانه هذا الفصل حساس بزاف. مشاهدينا الكرام، شكرا لوفائكم، شكرا لتتبعكم، شكرا لكومنتار الايجابيين ديالكم. صباحكم مبروك وويكاند سعيد ان شاء الله، دولوا بالراحه والهنا وبالاخبار الزوينه. شكرا لكم.